أصدر مؤشر Intelligence Economist تصنيفه لأفضل وأسوأ المدن للعيش في العالم. طبعا التصنيف يشمل مدنا عربية، ومرتبة الأسوأ عالميا حصلت عليها مدينة عربية، بينما أيضا أحرزت مدن أخرى عربية تقدما باتجاه الأفضل. تقرير إيكونوميست رصد 173 مدينة حول العالم ويصنفها وفقا لخمسة عوامل مهمة: الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والاستقرار والبنية الأساسية والتعليم. طبعا العاصمة النمساوية فيينا تصدرت قائمة أفضل مدن العالم للعيش، كما احتفظت العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بالمركز الثاني، بينما تقدمت زيوريخ السويسرية من المركز السادس إلى الثالث على القائمة. أما الأسوأ فكان من نصيب ثلاث مدن عربية، فقد احتفظت العاصمة السورية دمشق بتصنيفها باعتبارها المدينة الأسوأ في العالم، وجاءت نتائج الاستقرار والرعاية الصحية سيئة بشكل خاص. كما احتلت طرابلس الليبية المرتبة الثانية كأسوأ مدينة. أما المركز الثالث ضمن الأسوأ فشكل نوعا من الصدمة للكثيرين، إذ كان من نصيب الجزائر. أما الإيجابية حول المدن العربية فكانت من نصيب دول خليجية، إذ جاءت أبو ظبي الإماراتية الأعلى تصنيفا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث احتلت المركز السادس والسبعين عالميا مرتفعة مركزين عن العام الماضي. وتلتها أيضا المدينة الإماراتية دبي أو إمارة دبي التي احتلت المركز الثامن والسبعين عالميا متقدمة أيضا مركزين عن مؤشر 2023. واحتلت مدينة الكويت المركز الثالث والتسعين عالميا، والدوحة جاءت في المرتبة 101، والمنامة البحرينية بالمرتبة السادسة بعد 100.